نعم المقابر لظروف التربة وطبيعة الأرض عندهم جعلوها مقابر على سطح الأرض، فما حكم يعني ذلك مش يا شيخ؟ مش مش لحد، لا ما هو الشق ليست الغير لحد، لنا لحد لنا ولا هذا ولا ذاك. عامة، إن لم يستطع إلا ذلك. فقال الله، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويجوز ذلك، المهم أنه يواريه في التراب. حتى لما مات، لما مات أبو طالب، جاء علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: مات الشيخ الضال، مات الشيخ الضال على أبيه. فقال: اذهب فواري. فهو المطلوب أن يواريه. السنة كما قلنا اللحد والشق، طبعا الشق ليس لنا، فاللحد الذي لنا إن لم يستطع والأرض لا تقبل، المهم أنه يواريه، جاز ذلك والأمر يسير. نعم جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يرحم الجميع.